النظر ديالو وانا عندي وجهه النظر ديالي. انا حتى نحترم وجهه النظر ديالو، ولكن نقول له انا ما متفقش معك السي الساسي. وافضل دليل على ذلك هو ان النتائج ديال الفيدراليه ديالك مع الاستاذه نبيله منيب جبتيو 0.6% من الاصوات ديال المغاربه، وهذا لا يعني شيء، حيث انه لما تيقول لي السي الساسي في المحاضره بانه كاين الاحزاب اللي هي الاحزاب المتطرفه والاحزاب السلطويه وانهم هما الطرف الثالث او الجهه الثالثه اللي هما جايين، مثلا نقول له راك ما جاي ما والو، راكم نتوما ولا شيء. هذا هو اللي وقع، اللي يمكن نرفزو وخلاه يطير له، هو انه هو قال لك سي لا ثوازيام فوا، وانا قلت له نتوما تتمثلوا يلا 0.6% من الاصوات وما نجحتيش انتخابات، والاستاذه منيب كانت معايا في المقاطعه وما نجحتش وما جابش العتبه، ولو انه هذا السياج ديال الفيدراليه راه هو في سيدي بريوط، وانتوما والحركه ديالكم والافكار ديالكم راه ما تتمثلوا ولا شيء في المغرب، لان راه ما نجحتش في انتخابات، راه تقدمت الانتخابات وما نجحتش، ما جابش حتى العتبه في سيدي بليوط. خص المواطنين يعرفوا هذا الشيء، لانه الواحد لما تيجي بافكار وتيجي ببرامج والمواطنين ما تيصوتوش عليه، هو انه خصو يراجع نفسه. هو انا هذا الشيء اللي قلت للسي الساسي، راجعوا نفسكم وراجعوا هذه النقطه هذه بالنسبه الموقف ديالكم من الملكيه. راه الملكيه البرلمانيه حتى واحد في المغرب ما بغاها، كان بغا شي واحد وكان بغا صوتوا عليكم، ولكن نتوما ما نجحتيوش. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.